السلام عليكم. اليوم عندنا قطعة جميلة جدا مرصعة بحجر الكهرمان سوبر هاي ريليف، قطعة خطيرة جدا تبارك الرحمن. من الخلف بابليك سيل في نوي، قيمة رمزية دولارين، سنة 2022، ديزاين روعة، قطعة جدا جميلة. شوف الشهادة تفاصيلها. دولة نوي، وجه العملة دولارين، 3 ساعات من الفضة النقية، معتقة ومرصعة بحجر العنبر، أونصتين من الفضة الخالصة، عدد السك 500 قطعة فقط. غريك دراغون، سنة 2022، مع علبة خشب فخمة. لايك وسبسكرايب.